السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. النهار إن شاء الله غادي نقدم واحد الحلقة على كيفاش نكثروا الحليب، يعني شنو هما الأشياء اللي نقدروا نديروها باش نكثروا الحليب في الأم اللي عاد ولدت، الأم ديال الأرانب اللي عاد ولدت. كما كتشوفوا معايا هادو واحد جوج نتوات، أما هاد الجهة تقريبا غير ديال النتوات. سمو هي الطريقة اللي كندير أنايا، يعني طريقة خاصة اللي كنديرها باش نكثروا الحليب للامهات، يعني يلاه تكون ولدت الارنبه. سمو هما الاشياء اللي نقدروا نديروها باش نكثروا لها الحليب، يعني في هذه كنهضر في اليوم الاول والثاني والثالث، لان في ديك المرحله اللي كيكونوا الصغار في مرحله خطر وخاصها ترضعهم، يعني خاص الحليب يكون عندها في الحلمات ديالها بوفره. وقداش ما كان عندها الحليب في الحلمات ديالها بوفره، كانت الصحه ديال الصغار كتكون مزيانه، وتمني كيكبروا بواحد الطريقه مزيانه، وانتم كتحسوا بالتربيه ديالهم سهله، ما كيعذبوكمش، ما كيخرجش تفاوت في الاطوال، كلهم كيحلوا عينهم في نفس الوقت. المهم انتم غادي تلاحظوا هذه القضيه بالنسبه للاطعمه اللي غتعطيوهم، والاطعمه سهله سهله سهله، وكانوا كيديروها جدودنا. هاد الطريقه هذه كانوا كيديروها جدودنا. شحال من واحد كيقول لا غادي ندير السيكاليم ديال الحليب. السيكاليم ديال الحليب انا راني درت عليه حلقات، راه دار المشكل، يعني شحال من خطره هضرت على هذا الموضوع، راه دار المشكل للناس. ان واش هما دايرين فيه شي حاجه اللي ولات كتضر الصغار. المهم حنايا هذا ماشي هو موضوعنا، موضوعنا ديال هذا النهار وهو اسمه انديرو في النهار الاول والثاني والثالث، ولما لا السيمانه الاولى، يعني نتمشاو عليهم بواحد النظام غذائي. هي طرق سهله، اول حاجه وهي معلقه ديال العسل، واخا تكون عاديه، انا ماشي ما كنكلفش على عباد الله، واخا تكون عاديه العسل الرخيص رخيص الثمن، تشدوها وديروها لها مع الماء. هذه الطريقه كانوا كيديروها جدودنا، واحد يعني حنا جده هي اللي كانت كديرها بالطريقه، وكانت حكات لي كيفاش كدير في الايام الاولى باش تدير الحليب للانثى ديال الارانب. كدير معلقه ديال العسل في الماء. ثاني حاجه لقامه اللي كتشيط عليكم ديال الاتاي، عصروها واحد شويه وديروها في واحد الطاسه واعطيها تاكل. والنخاله حتى هي رخيصه في الثمن، غير واحد شويه كديروا عليها شويه ديال الماء، غير شويه ديال الماء، يعني ما كتبقاش ناشفه حتى للحد، ماشي كتغرقوها بالماء، ولكن غير كديروا واحد شويه ديال الماء في يديكم وكترونوا هذيك النخاله وكتعطيوها تاكل. كاين واحد النبته اخرى راني غير ما لقيتهاش، راني كنت وعدت واحد السيده انا في لي كومونتير انني نجيبها، راني باقي ما لقيتهاش. سميتها تفاف. تفاف للناس اللي كيعرفوا الحوايج ديال يعني الفلاحه، راه كاين واحد النبته كتكون تقريبا مشوكه، ماشي مشوكه بزاف، ولكن دايره بحال الشكل ديال الشوك وكتكون متفرعه. هذيك راه حتى هي الا كنتو لقيتوها ما نقولكمش شنو كدير في الارانب، كتعطيهم واحد الحليب بغزاره كاع، كتولي يعني الحلمات ديالها كيدفقوا بالحليب. اذا هادو ثلاثه الحوايج بساطين، يعني العسل في الماء، ثاني حاجه النخاله مرونه بشويه ديال الماء، من الاحسن يكون داك الماء دافي، احسن من الاحسن. وثالث حاجه هاد التفاف. التفاف حتى هو مزيان 100%. يعني طرق بسيطه. واللقامه اذا لاحظتوا هاد اللقامه والعسل كلهم فيهم الحلاوه. هي الارنبه في الاول سمو كتكون باغيه، راه كتكون باغيه في الحقيقه، كتكون محتاجه للحلاوه. الحلاوه كتخليها كتعيد هذيك الطاقه ديالها كترجع. الا درتوا العسل كتحسوا بها، هي ماشي شحال واحد كيغلط وكيدير لي فيتامين ما يصلحوش للانثى اللي كترضع، ما كيديرش الحليب. من الاحسن ديروها غير حلاوه، انا قلت لكم عسل او لقامه ديال اتاي راه كتكون حتى هي حلوه، لانكم كتكونوا شربتوا منها اتاي. اللقامه حتى هي تستعمل، تعطيوها السارده، عصروها شويه بين يديكم واعطيوها لها. والنخاله حتى هي معروفه، وهذه النبته الا لقيتها ان شاء الله راني غادي نجيبها ونوريها لكم. سميتها التفاف، النبته ديال التفاف، حتى هي مزيانه الصراحه، انا جربتها مزيانه.
اما تعطيوها لها خضراء اما تعطيوها لها، والاخضر حتى هو مزيان للارانب ملي كتكون يلاه ولدت، غير ذوقوهم شي شويه من الاخضر، نبات اخضر شويه شويه تكرموه واحد شويه وتعطيوه لهم، راه حتى هو مفيد ومفيد بزاف في ديك الفتره. اذا الى عجبكم الفيديو شاركوا معنا، تفعلوا الجرس كي يصلكم الجديد، ساندونا بزر جام، والى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.